أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا بالقرآن وكفروا بالله سبحانه وتعالى لن تغني عنهم، لن تغني يعني لن تدفع عنهم عذاب الله، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله يعني من عذاب الله شيئا. يوم في الدنيا من معه مال قد ينتفع بماله فيدفع عنه بعض مصائب الدنيا، يدفع عنه بعض مصائب الدنيا، لكن في الآخرة هذه الأموال لا تنفع. وأولئك هم وقود، وقود يعني ما توقد به النار، مثل الخشب وقود للنار. يوم القيامة هم يكونون الكفار وقود للنار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كدأب يعني عادة، كدأب يعني عادة هؤلاء الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كدأب آل فرعون يعني عادتهم مثل عادة آل فرعون، كذبوا بموسى. والذين من قبلهم، من قبل فرعون، مثل قوم عاد وثمود، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم الله يعني أهلكهم الله بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، والله شديد العقاب. فإذا أنزل عقوبة فلا عقاب أشد من عقاب الله سبحانه وتعالى. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود، لأنهم قالوا يعني لما رأوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع من بدر منتصرا، قالوا لا يغرنك يا محمد أن قتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال. فالله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا من اليهود ستغلبون، تغلبون بالقتل في الدنيا، بالقتل والأسر وضرب الجزية، وقد وقع ذلك، وتحشرون إلى جهنم، تحشرون في الآخرة إلى جهنم فتدخلوها وبئس المهاد. المهاد يعني الفراش، بئس جهنم مهاد للكفار. إذن قل للذين كفروا ستغلبون، إذن هذا أمر مستقبلي، متى حصل؟ في عام خيبر. إذن هذا من الأمور التي لا يعلم تأويله إلا الله لما نزلت هذه الآية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قد كان لكم آية، يخاطب اليهود، أيها اليهود أنتم طلبتم الآية في صدق النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن هذا الدين الذي أتى به محمد هو الحق. قد كان لكم آية يعني علامة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في فئتين، وهي فئة النبي صلى الله عليه وسلم وفئة المشركين في غزوة بدر. التقيا في بدر للقتال، فئة تقاتل في سبيل الله في طاعة الله وهم النبي وأصحابه وكانوا 313 رجلا، وأخرى كافرة يرونهم، الكفار يرون المسلمين مثليهم يعني أكثر منهم، يشاهدونهم مثليهم، هم 300 يتصورون أنهم مثليهم يعني ضعفين، يكونون 1000 يكون مثلهم، رأي العين يعني ظاهر لا لبس فيها، يشاهدونها لا إشكال فيه. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله يؤيد بنصره، يقوي بنصره، ومن ذلك تكثير المسلمين، بنصره من يشاء، من يريد نصره ينصره الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك المذكور لعبرة لأولي الأبصار، أصحاب البصائر يعتبرون بذلك فيؤمنون، لكن هؤلاء يعاندون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. قبل أن نشرع في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة قال قد كان لكم آية. الآية في القرآن لها معاني. المعنى الأول، الآية بمعنى العلامة، قال تعالى ومن آياته، العلامة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. والآية التي أمامنا قد كان لكم آية يعني علامة. إذن المعنى الأول للآية بمعنى العلامة. المعنى الثاني للآية بمعنى المعجزة، قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، يعني بآياتنا بمعجزاتنا، وإن يروا آية يعرضوا، إذا رأوا آية يعني معجزة يعرضوا. المعنى الثالث
الكتاب القرآن، قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي يعني كتبي. المعنى الرابع الآية معنى العبرة، قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية يعني عبرة وعظة، وأغرقناهم وجعلناهم للناس آية يعني عبرة. المعنى السادس الخامس الآية الجزء المحدود من القرآن الذي يسمى آية، آية الآية الرابعة الآية الخامسة، ما ننسخ من آية أو ننسها. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي أمامنا زين للناس حب الشهوات، الشهوات ما تشتهيه النفس، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب من باب الابتلاء، من النساء والبنين والقناطير، القناطير يعني الأموال الكثيرة المقنطرة يعني المجمعة من الذهب والفضة، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كذلك الخيل المسومة يعني الخيل الحسان والأنعام الإبل والبقر والغنم والحرث يعني زرع. ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ذلك الذي ذكره الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا يتمتع به، فالحياة الدنيا مصيرها إلى الفناء، والله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع وهو الجنة، فينبغي الرغبة في الجنة دون غيره. قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم، قل يا محمد لقومك أنبئكم أخبركم بخير من ذلك، من الأشياء المذكورة الشهوات المتقدمة. للذين اتقوا عند ربهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. للذين اتقوا، الذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف الله ويجتنب نواهي الله، للذين اتقوا عند ربهم في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحتها يعني من تحت الأشجار ونحو ذلك، تجري من تحتها الأنهار، جنات وليست جنة، من تحتها الأنهار خالدين فيها يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وأزواج مطهرة، الأزواج مطهرة يعني من الأقدار، ورضوان من الله، رضوان الله أعظم من النعيم كله، ورضوان من الله والله بصير، الله سبحانه وتعالى بصير ويعلم بالعباد، والله بصير بالعباد فيجازي كلا منهم بعمله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.